الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن شهر رجب من الأشهر الحرم التي حرم الله سبحانه وتعالى فيها القتال، ولذلك كان يسمى رجب الأصم، أي تصم الآذان عن سماع اصطكاك السيوف، أصوات السيوف. ويسمى رجب الفرض لأنه لا يليه شهر ولا هو يلي شهر من الأشهر الحرم، بل هو بين جمادى وبين شعبان، فسمي رجب الفرض. ورجب العمل فيه يكون من باب الاستعداد لرمضان كما قلنا في حلقة الخميس السابق، يكون العمل في رجب استعدادا لرمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصوم في رجب. فعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: سألت ابن عباس عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم في رجب فقال، والحديث في الصحيح، فقال ابن عباس لسعيد بن جبير: كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في رجب ويفطر منه، يصوم كثيرا، كما أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم أغلب شهر شعبان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا. وهذه الأشهر الحرم ومنها شهر رجب، الثواب فيها مضاعف والعمل فيها يربو، يعني الحسنات تتضاعف. فينبغي على الإنسان أن يكثر من الأعمال الصالحة في هذه الأشهر الحرم، وأن يتسابق إلى الخيرات. فلنا أسوة في السلف الصالح، الصحابة الكرام، في الصحابة الكرام كانوا يسارعون في الخيرات رضي الله عنهم، كانوا يتسابقون. فينبغي علينا أن نتسابق إلى الأعمال الصالحة وإلى الخيرات في هذه الأشهر الفاضلة وفي هذا الشهر الحرام، لأن العمل مضاعف، كذلك الوزر مضاعف. إذا الإنسان اجترم جرما أو ارتكب فحشا أو ألم بإثم فإنه يضاعف في هذه الأيام. فينبغي على المسلم أن يحفظ سمعه، وأن يحفظ بصره، وأن يحفظ يده، أن يبطش بها، وينبغي عليه أن يصون جوارحه عن فعل المحرمات، فإن الذنب مضاعف في هذه الأيام. فينبغي على المسلم أن يكثر من الأعمال الصالحة. والأعمال الصالحة التي ترتقي بك إلى الجنة وإلى الدرجات العلى في الجنة أعمال كثيرة، فرض ونفل، تطوع. فينبغي على الإنسان أن يكثر من الأعمال الصالحة، الأعمال التي ترفع بها درجته وتغفر بها ذنوبه وتكفر عنه خطاياه. ينبغي عليه أن يتسابق، وينبغي على كل مسلم منا أن يقتدي بسلفه الصالح. فعندما نذكر في المسابقة أو المصارعة إلى الخير نذكر الصحابة رضوان الله عليهم. فلما النبي صلى الله عليه وسلم فتح باب المسابقة والمصارعة والصدقة في غزوة تبوك، وأنتم تعلمون أن غزوة تبوك كانت في حر شديد ووقت عصيب وسفر بعيد، وكانوا يستقبلون جندا كثير العدد ذو قوة وعتاد. القوم الذين كانوا سيغزونهم كانوا ذو قوة وعتاد وعدد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتطوع الناس، أن يتصدقوا، أن يشاركوا في تجهيز الجيش. فعمر رضي الله عنه يقول: هذه فرصتي، أنا اليوم أغتنم الفرصة لأسبق أبا بكر. لأن أبا بكر رضي الله عنه كان لا يسبق، كان سباقا في الخير رضي الله عنه. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح اليوم منكم صائما يسأل أصحابه
من أصبح اليوم منكم صائما؟ فيقول أبو بكر: أنا يا رسول الله. من أطعم اليوم مسكينا؟ من تصدق بصدقة؟ يقول أبو بكر: أنا يا رسول الله. من شيع اليوم منكم جنازة؟ فيقول أبو بكر: أنا يا رسول الله. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت في امرئ إلا أدخلته الجنة. أي إذا الإنسان فعل في يوم من الأيام في يومه أنه تصدق وكان صائما وشيع جنازة، فإن هذا العمل يدخله الجنة. لذلك عمر أراد أن يسبق أبا بكر هذا الرجل السباق في الخير الذي لا يلحق، أراد عمر أن يسبقه، فقال: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. فإذا به يذهب إلى داره، يذهب إلى بيته ويحصي أمواله ويقسمها نصفين، فإذا به يجمع المال ويقسمه نصفين ويأتي بنصفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله، هذا نصف مالي صدقة على المسلمين، أنا أتصدق به في هذه الغزوة يا رسول الله، نصف المال ما أبقيت لأهلك يا عمر أبقيت لهم النصف الآخر. فإذا بأبي بكر يأتي على إثر عمر، يأتي ومعه صرة عظيمة من المال، صرة كبيرة لا يستطيع أن يحملها، فيقول: يا رسول الله، هذا المال في سبيل الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ فيقول: أبقيت لهم الله ورسوله. أبقيت لأهلي، أبقيت لهم الله ورسوله، أي أتى بجميع ماله، لم يبق شيئا من الأموال. فيقول عمر رضي الله عنه: والله لا أستطيع أن أسبق أبا بكر أبدا، لا أسبقه إلى فعل خير أبدا، فإنه سباق لا يلحق رضي الله عنه. فالمسابقة في الخير دأب الصالحين قبلنا، فينبغي علينا أن نتسابق. الفقراء ماذا يفعلون؟ يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيح، فيقولون، وكانت عندهم غيرة على الأعمال الصالحة وعلى الحرص على دخول الجنة وعلى الفوز بالدرجات العلى، فكانوا يريدون أن يكونوا في أعلى المنازل. أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب الأغنياء بالأجور والنعيم المقيم والدرجات العلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ الفقراء يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون له: إن أغنياء المسلمين الصحابة من أمثال أبي بكر وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم الأغنياء وعثمان بن عفان، يا رسول الله، ذهبوا بالثواب الكبير والنعيم المقيم والدرجات العلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ يعني ما هذا الشأن؟ لماذا؟ فقالوا: يا رسول الله، يصومون كما نصوم، نحن نتساوى معهم في الصوم، ويصلون كما نصلي، ويحجون كما نحج، ولكنهم يا رسول الله لهم فضول أموال يتصدقون بها ويعتقون ولا نعتق. أي أنهم يا رسول الله يتصدقون من أموالهم لأنهم أغنياء، ثم يعتقون الأنفس، يشترون الرقاب المملوكة فيعتقونها في سبيل الله، فنحن لا نستطيع ذلك يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشدهم إلى عمل، ويعلمهم ذكرا من الأذكار التي إذا تمسك بها الإنسان حصل درجات من الثواب ومن الأجور كبيرة. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: ألا أدلكم على عمل إذا عملتم به أو أخذتم به تسبقون من خلفكم ولا يلحقكم من بعدكم؟ أي تسبقون هؤلاء الذين يتصدقون ويعتقون؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تقولون
دبر كل صلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33. فإذا فعلتم هذا الأجر، هذا الذكر، إذا فعلتم ذلك أي قلتم هذه الأذكار بعد الصلاة، لا يسبقكم من خلفكم وتسبقون من أمامكم، فإذا بهم بعد الصلاة يسبحون سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ويحمدون الحمد لله الحمد لله، ويكبرون الله أكبر الله أكبر، فإذا بالأغنياء يسمعون تسبيحهم وتحميدهم وتكبيرهم، فإذا بهم يفعلون كما يفعلون، فإذا بعبد الرحمن بن عوف يسبح، وإذا بأبي بكر يسبح، وإذا بباقي الصحابة الأغنياء يسبحون ويكبرون ويحمدون. جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، سمع بنا أهل الدثور أهل الأموال، فإذا بهم يفعلون كما فعلنا، يسبحون ويحمدون ويكبرون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أي هذه الأعمال الصالحة من فضل الله على المؤمن، من فضل الله على المسلم، إذا عملها الإنسان كان له الأجر والثواب الكبير، فإذا بهم يسبحون ويحمدون ويكبرون. ولذلك الشريعة يسرت على المسلم أيما تيسير، فإذا بهذه الأذكار الذين نجد الناس إذا صلوا يتركونها وينصرفون ويخرجون ولا يحرصون عليها ولا يعرفون فضلها، ينبغي عليهم أن يحرصوا عليها، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ييسرها لهم ويجعل لهم صيغا متعددة من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. إذا بالإنسان له أن يقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، والله أكبر 33، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يتم بها 100. وإذا بالإنسان له أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وله أن يقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، وله أن يقول كما عند النسائي في سننه الصغرى والكبرى وهو حديث صحيح، له أن يقول سبحان الله 10، الحمد لله 10، الله أكبر 10، وله أن يقول سبحان الله 11، الحمد لله 11، الله أكبر 11، كما في رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة في صحيح مسلم، وله أن يقول سبحان الله 25، والحمد لله 25، والله أكبر 25، ولا إله إلا الله 25. هذه صيغ التسبيح، فلا ينبغي لك أن تتركها، فينبغي عليك أن تنافس في الخير. الصحابة كانوا يتسابقون، إذا نظرنا إليهم كانوا يحرصون على فعل الخيرات، وكانوا يحرصون على دخول الجنة. بلال رضي الله عنه، ماذا يفعل بلال؟ ما أحدث إلا وتوضأ، وما توضأ إلا وصلى، يصلي ما كتب الله له أن يصلي، صلي ركعتين 4 ركعات. لذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك، أي تحريك أقدامك، صوت الأقدام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. فيقول له: يا رسول الله، ما عملت عملا أرجى عندي من أني ما أحدثت إلا وتطهرت، أي توضأ، وما توضأت إلا وصليت ما كتب الله لي أن أصلي. أيضا من حرص الصحابة على الأعمال الصالحة رضي الله عنهم وأرضاهم،
عمرو بن الجموح يريد أن يخرج فيقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشيخ الكبير الفاني البالي الذي به عرج، هو رجل أعرج به عرجة في رجله، لا يستطيع أن يمشي سويا كما يمشي الأسوياء الأصحاء السلماء، وإنما هو رجل أعرج وهو معذور وقد عذره الله سبحانه وتعالى، ولكنه يتوق إلى الجنة، نفسه تتوق إلى الجنة، فيقول: والله إنني أريد أن أقاتل، أخرج أقاتل في سبيل الله. فيقول له أبناؤه: نحن كفيناك، والله قد عذرك، فلا تخرج، فلا حاجة لك إلى الخروج، الله سبحانه وتعالى قد عذرك، فأنت من المعذورين، وأنت رجل كبير، شيخ كبير فان. فيقول: والله لا تمنعونني، إني أريد أن أخرج فأقاتل في سبيل الله. فإذا به يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو أبناءه الذين يريدون أن يمنعونه من القتال خوفا عليه، ويلتمسون له الأعذار الشرعية. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يخلوا بينه وبينهم، خلوا سبيله ويتركوا يجاهد في سبيل الله. فيقول: يا رسول الله، والله إني أريد أن أطع بعرجة هذه الجنة. يا رسول الله، رأيت إن قتلت في سبيل الله أدخل بعرجة هذه الجنة؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك ستدخلها سليما. فإذا به يقاتل ويقول: والله إنني لا أجد ريح الجنة، هو يقاتل. فإذا به يستشهد في سبيل الله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لقد رأيته يسبق إلى الجنة بعرجته، أي إنه يسبق إلى أبواب الجنة بهذه الراعة حتى يدخل الجنة، رضي الله عنه وأرضاه. هذه همة عالية. وأحدهم يقول: يا رسول الله، وهو في الغزو، ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لك الجنة. فيقول: والله إنها لحياة بعيدة أو طويلة حتى يأكل هذه التمرات. يخرج تمرات من جرابه، من كيسه يخرج تمرات، فيقول: والله إن الحياة لتطول بي إن بقيت حتى آكل هذه التمرات. إنه يريد أن يسبق إلى الجنة في التو والحال، يريد أن يقاتل فيقتل في سبيل الله فيدخل الجنة. والله إنها لحياة بعيدة حتى آكل هذه التمرات. فإذا به يتقدم فيقاتل فيقتل في سبيل الله. هكذا كانوا يسارعون في الخيرات ويسابقون في الخيرات، ونحن ينبغي علينا أن نجتهد ونفعل، لأن الأعمال في هذه الأشهر المباركة الأجور فيها مضاعفة، الأجر مضاعف، ينبغي عليك أن تجتهد في العبادة. حافظ على الصلوات في وقتها، لأن أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، كما سأل ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة لوقتها. حافظ على الوضوء في البيت واخرج إلى المسجد، فإن أجره كبير وفضله عظيم، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ويكفر به السيئات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. حاول أن تحافظ على الصف الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح الإمام الترمذي، يقول: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون في الصف الأول. يقول الإمام الترمذي: وقال الثوري وأجمع أهل العلم على أن صلاة الله هي الرحمة، وصلاة الملائكة هي الدعاء والاستغفار. فإذا صليت في الصف الأول فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لك ويرحمك، وإذا صليت في الصف الأول
فإذا بالملائكة تدعو لك وتستغفر، فينبغي عليك أن تحافظ على هذا الفضل. أيضا ينبغي عليك أن تحافظ على وردك من القرآن العظيم، لأن لك بكل حسنة بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وفي الحديث الموقوف الذي لم يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وبين أن كل حرف بعشر حسنات، فإذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرف لك 190 حسنة، فما بالك إذا قرأت جزءا من القرآن أو صفحتين أو ربعا. فينبغي عليك أن تحافظ على وردك من القرآن، والقرآن يرفعك في الدنيا ويرفعك في الآخرة. القرآن يرفعك في الدنيا ويرفعك في الآخرة. أما رفعة الدنيا فإن عمر رضي الله عنه لما أمر عبد الرحمن بن أبي أبزة على المدينة، وذهب عمر رضي الله عنه فإذا بابن أبي أبزة يلحقه فيقول له: ماذا، من تركت على المسلمين؟ يسافر عمر إلى مكة ويؤمر على المسلمين عبد الرحمن بن أبي أبزة ابن أبي أبزة، وابن أبي أبزة يرحل خلف عمر فيقول له: من أمرت على المسلمين يا عبد الرحمن؟ فيقول له: فلان فلان، هذا كان مملوك لم يكن حرا. فيقول له عمر رضي الله عنه: أتؤمر عليهم مولى من الموالي؟ فيقول له: يا أمير المؤمنين، إنه لقارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. هذا المولى الذي تقول عنه يا أمير المؤمنين رجل قارئ لكتاب الله، رجل حافظ، رجل عالم بالفرائض. فيقول عمر رضي الله عنه: نعم صدقت، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يرفع الله بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. أما الرفعة في الآخرة بسبب القرآن، فإن قارئ القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال له: اقرأ وارتقي ورتل، أي في الجنة، فإن منزلتك عند آخر آية قرأتها. كلما قرأ القرآن كلما ارتقى في درجات الجنة، كلما قرأ القرآن كلما ارتفع درجته في الجنة. بقراءته للقرآن يلبس تاجا من نور، يجلس على كرسي من نور، يلبس أبويه تاج الكرامة، لأنهما حفظاه القرآن. فينبغي على كل مسلم أن يحافظ على ورده من القرآن. أيضا من الأعمال التي ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها ولا يقصر فيها التبكير إلى الذهاب إلى الجمعة، وهذا أمر نحن نعاني منه الخطباء، يعني نصعد المنبر ولا يكون المسجد فيه إلا ربعه، وأحيانا تجد مسجدا من المساجد فيه صف أو صفين. لماذا؟ الناس يأتون متأخرين يمتلئ المسجد بعد الخطبة الثانية، بعد نصف الخطبة يمتلئ المسجد. لماذا؟ والصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا صلوا الفجر، خلي بالك اسمع، الصحابة ماذا كانوا يفعلون يوم الجمعة؟ كانوا إذا صلوا الفجر يخرجون إلى بيوتهم يغتسلون، لأن الاغتسال في يوم الجمعة سنة. يغتسلون ثم يبكرون إلى المسجد، يبكر إلى المسجد، يذهب مبكرا من بعد الفجر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب، ومن ذهب في الساعة الأولى، يعني ذهب مبكرا إلى الجمعة أولا، فكأنما قدم بدنه، يعني كأنما تصدق بجمل أو بناقة. الذي يذهب مبكرا يوم الجمعة كأنما قدم بدنه، كأنما قدم ناقة، تصدق بناقة.
ومن ذهب في الساعة الثانية فكأنما قدم بقرة، أي كأنه تصدق ببقرة، بكر يوم الجمعة، امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتأخر ولم يذهب بعد صعود الإمام إلى المنبر. ومن ذهب في الساعة الثالثة فكأنما قدم كبشا أقرا، يعني كأنما تصدق بخروف له قرون بكبش أقرا. ومن ذهب في الساعة الرابعة فكأنما قدم دجاجة، دجاجة كأنه قدم دجاجة، تصدق بدجاجة. وانظر إلى الفارق بين الناقة والدجاجة. ومن ذهب في الساعة الخامسة، هذا الذي همته متدنية، هذا الذي ينام ويتكاسل عن الصلاة ويتباطأ، ومن ذهب في الساعة الخامسة فكأنما قدم بيضة. فإذا صعد الإمام المنبر، الملائكة التي كانت تجلس على أبواب المساجد تكتب الذين يدخلون إلى المسجد، فلان ذهب في الساعة الأولى، وفلان ذهب في الساعة الثانية، وفلان أتى في الساعة الثالثة أو الخامسة، فإذا بالملائكة يطوون الصحف الكتب التي يكتبون فيها، وجلسوا يسمعون الذكر، جلسوا يسمعون الخطبة. فينبغي عليك أن تبادر بالذهاب مبكرا يوم الجمعة، تغتسل وتلبس أجمل ثيابك، تلبس أحسن ثيابك وأحب الثياب البياض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الحسن الذي فيه عثمان ابن خثعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البثوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. فالبس الثوب الأبيض والدهن، ضع من طيب بيتك، يعني حط العطور والبرفانات وهذه الروائح الطيبة، ثم اذهب إلى المسجد، اذهب إلى المسجد ليصلي الجمعة في المسجد مبكرا تحضر. أيضا هناك خطأ أحب أن أنبه عليه، هناك من الناس من يأتون متأخرون، يكون الإمام صعد المنبر يريد أن يعني هو يجلس ينتظر فراغ المؤذن من الأذان، المؤذن يؤذن والإمام يجلس على المنبر، هو يدخل متأخرا، جاء متأخرا ثم يرتكب مخالفة، ماذا هي؟ فإذا به ينتظر الأذان، فإذا قام الإمام الخطيب إلى الخطبة قام ليصلي ركعتين تحية المسجد. هو فعلا تحية المسجد سنة مؤكدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسليك: هل صليت ركعتين؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة ودخل سليك المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي ركعتين، أمره أن يقوم لما جلس ويصلي ركعتين تحية المسجد. فهو ينتظر الأذان، فرغ الأذان بدأ في الصلاة وبدأ في الخطبة. أقول لك أنت قدمت الأذان على الخطبة، ترديد الأذان سنة وسماع الخطبة واجب على قول كثير من أهل العلم، يعني قدمت السنة على الواجب، أنت انتظرت لتردد الأذان وتركت، يعني صليت في وقت الخطبة الذي هو واجب. لا، هنا إذا تعارضت السنة مع الأمر الواجب نقدم الواجب على السنة. فأنت عندما تدخل المسجد وتجد المؤذن يؤذن والخطيب جالس على المنبر، أول ما تدخل فورا الله أكبر وتصلي تحية المسجد، ثم تجلس تستمع الخطبة، وفي أثناء الخطبة لا تكلم أحدا، لا تسلم ولا تصافح على من بجوارك ولا تكلم أحد ولا تفعل هذه الأشياء، لكن يجوز لك أن تكلم الخطيب، يجوز، يعني هذا أمر قد يستنكره بعض الناس، إذا كان الإنسان حاجة أن يكلم الخطيب فيها هذا جائز. لفعل الرجل لما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله هلك الزرع، فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يمطرنا، أصبنا بالقحط والجفاف.
فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله فأمطرت السماء جمعة أسبوع كامل، فأتى في الجمعة التي بعدها وقال يا رسول الله نزل المطر غزيرا فهلكت الأموال وكذا وكذا وكذا، فدعا الله فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم حوالينا لا علينا. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كلم سليكا وقال له قم فصلي ركعتين، فيجوز تكليم الإمام من على المنبر، لكن لا يجوز الكلام مع من بجوارك، الخطيب يخطب وأنت تتكلم مع من بجوارك أو تصافح فلان أو تسلم على فلان أو تفعل هذه الأشياء. فأيها الأحبة أن نسارع في الخيرات وأن نحافظ على الصلوات في أوقاتها ونحافظ على السنن والنوافل وصوم يوم، فإنه أحب الصيام إلى الله. فإن لم نستطع صمنا يوم الاثنين والخميس، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين والخميس، ولما سئل عن ذلك قال يوم الاثنين يوم ولدت فيه، ويوم الخميس يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.